تعالى عبد الرحمن ونصح. ما شاء الله عليك يا طريبي. ما شاء الله عليك يا سيدي. رايح برفلك من غير المكان. بجد؟ طيب طمنتني ان هي ورشتي. طب ايه؟ قفل موبايلك ليه؟ ما تدخلش على الفيسبوك. يعني بفصل بالي شويه. ماشي، بس اللي عايز يوصل لك يعمل ايه؟ قلبت عليك الدنيا. ولا قلبت ولا حاجه يا عبد الرحمن. تلاقيك رحت ظبطت البياض ب 5 جنيه قبلك كل حاجه. تقفشتي دايما كده. طب ايه، اروح ولا ايه؟ لا تروح ازاي؟ اكيد مزروق في كلمتين عايز تقولهم لي، عشان كده قلبت عليا الدنيا زي ما بتقول. بصراحه انا عايز اعرف حياتك ليه ما نفذتش النقل؟ عايز اروح هنا يا عبد الرحمن. طريبي انت عارف نزلتك عني وانا قلقان عليك. سعادتك عارف لو انت ما نفذتش النقل هيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا ليك. مش هتفرق. لا هتفرق. مش طريق بيه ابدا ان ينهي خدمته بالشكل ده. وانا اسف يعني لو بتدخل. لو ده قرار سعادتك في لحظة احباط وانت ترضاها لنفسك انا ما ارضاهالكش. وبعدين يعني ده برضه في الاول والاخر شغل. صح. على فكرة مش فارق معايا انا من اسوان من القاهرة. زي ما بتقول كله في الاخر شغل. بس انا عندي احساس رهيب بالذنب ناحيه الناس اللي ماتت.